خلينا نشوف نصيحة جديدة في جروب شيف كل يوم. في نصيحة تقول ضيفي رشة من السكر على أي طبخة فيها صلصة حتضبط طعمها جدا. خلينا نجربها في بوست الطيبين. بس الطيبين احنا عندنا نسميها كبسة مكرونة. أيوة. لحظة ايش عم تحكوا؟ سكر على الباستا؟ بنجرب اليوم. راح نسوي لكم باستا طيبين. راح نجرب النصيحة في صلصة الباستا ومكوناتي: باستا، لحم مفروم، صلصة طماطم، بصل، خضروات مشكلة، ثوم، سكر، وصلصة الطماطم مع الكريمة. راح نبتدي وبنحط الزيت على النار، وعندنا هني البصل راح نسويها حمسة. راح نحمسها شوية وبنضيف لها ثوم. راح نضيف اللحمة وخليها حتى الاستواء. راح نحط رشة بسيطة من القرفة فوق اللحم. هاي الوصفات جديدة علينا، أول مرة بسمعهم بالتحديد. احنا من زمان يعني من صغري وأنا آكل كبسة المكرونة هذه. على الصلصة على طول. ايوه، لان راح ننزل الباستا مش مطبوخه ونخليها تنطبخ مع صلصه الطماطم. والحين راح نجرب النصيحه وبنضيف سكر. صدقيني يا خوله ان السكر بيطفي حموضه الطماطم. بالضبط، انا مش حصدق الا لما ادوق. يلا احنا متجربين. فعلا صارت النكهه معدله كثير. صح يعني ما طلعت حاليه صراحه، بس طلعت فيها حموضة. اي ما فيها حموضه. عقب ما نكبس المي عليها مع استمرار التغليب من فترة وفترة راح يصير شكلها كذي. صدق ريحتها تجنن، تحسي ريحتها ذكريات. ها وبكذي خلصنا بوست الطيبين، وعليكم بالعافية.